يلا كوينا رايح عاجبين عرفوا. روضتنا انه قبل تقريبا 7 سنوات عملنا الفكره انه فوق البيت، فطبقنا على 130 متر وصار الوقت انه نطبقها على ارض الواقع حقيقه على اساس يعيش الشعب الغزي والفلسطيني في مدينه القاهره، يعيش بالمدينه بكافه شوارعها ومعالمها ومدنها. يعني بيحتوي المكان عندي مدينه القاهره على ميناء رفح البري اللي هو بيشبه بوابه معبر رفح بالضبط من جبل المصري، وبيحتوي المكان كمان على دار الأوبرا المصرية، وبيحتوي المكان على الأهرامات أبو الهول، وبيحتوي على اتحاد الإذاعة والتلفزيون مس بيرو، وبيحتوي قهوة أم كلثوم، مسجد الحسين، وبيحتوي كمان صالون حلاقة، وبيحتوي على محل موبايلات فودافون موبينيل، وبيحتوي على جروب للبوظة، وبيحتوي على برج القاهرة. للعلم إنه المكان موجود هنا على 3 دونمات إلا 200 متر 200 متر وبيبعد عن الحدود الفلسطينية المصرية بضعة المترات، يعني مش بعيد كتير على الحدود بالضبط.